اليوم مثلا حندير لابني تدريب مثلا على التاء، نكتب له عدة جمل يقراها مرتين أو ثلاث، مثلا لهنا توضأت فاطمة مستعدة للصلاة، استمتعت عائشة وخديجة بمطاردة الفراشات الجميلة. راكم تلاحظوا أني هنا نوعت بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة أو المفتوحة. اللي هنا فقط أنا عاملة فيديو بالنسبة للروابط، بمجرد أن أصلح جهاز الكمبيوتر راح أضع لكم جميع الروابط، راني ما ننساش بحول الله، لكن هذاك الفيديو خاص من سنة ثالثة حتى المتوسط. بالنسبة لأبناء تلاميذ السنة الأولى والثانية كيفهم فهمهم في التاء؟ بطريقة بسيطة، عندنا التاء المربوطة هي التي ننطقها، وهذا كلام الأخوات الأمهات، هي التي ننطقها هاء، ننطقها هاء عند الوقف. عند الوقف وش معنى وقف؟ لما نقف عندها، مثلا هنا نقول توضأت فاطمة، أستطيع أن أقول فاطمة، لا أقول يعني يصح هنا يصح، لكن هنا لو قلت توضأت وتوقفت، مثلا نطقت كلمة توضأت، هل أستطيع أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أخواتي الفاضلات أهلا وسهلا بكم، اليوم بحول الله درس حول الإملاء لكل سنوات من ثانية ونصعدوا، لكن في البداية بما أنه إحنا في فترة حددت هذه الفترة فقط كفترة للمراجعة، يعني جميع السنوات موشحين يعملوا، لذلك أخواتي نقول لكم ما تقلقوش، ما تقولوش أولادنا مازالوا ما بدأوش يقرأوا، راهي حددت كفترة للمراجعة، فترة لتثبيت المكتسبات. وش معنى تثبيت المكتسبات؟ يعني جميع الدروس والله المعلومات اللي تناولوهم سابقا يقوموا كأنهم يثبتوهم في هذه المرحلة، والحقيقة هذا الشيء رائع جدا لجميع التلاميذ. المتفوق والمتوسط يثبتوا معلوماتهم، يعاودوا يراجعوا، التلميذ اللي عنده نقائص هذه فرصة للأولياء. أنا راني نعرف ابني، أنا كأم لما نقول أنا دائما راني نقصد روحي، نتحدث بلسان كل أم، أنا كأم عارفة ابني هذا في وضع ضعيف في القراءة، لا يقرأ بشكل مسترسل مهما كانت السنة، يمكن تجدهم سنة ثالثة وما يقرأوش قراءة مسترسلة، يمكن الخط غير واضح، ندير له تدريبات على الخط بشكل يومي، أقول يومي لازم القراءة والدراسة وأداء الواجبات يكون روتين من روتيناتنا اليومية بشكل يومي، حتى الطفل واللي هذاك هو أسلوبه في الحياة أنه يقرأ بشكل يومي. عنده ضعف في الوضعيات الإدماجية في الرياضيات، ندير له عنده ضعف في العمليات، مازال مش حافظ جدول ضرب أبنائي. بالنسبة للتلاميذ اللي مش حافظين جدول ضرب أبنائي، هذه فرصة أنكم تحفظوا جدول ضرب أبنائي. تلاميذ السنة الثالثة خلاص الآن تحفظوا جدول ضرب، سنة رابعة ما كانش تلميذ سنة رابعة يكون مش حافظ جدول ضرب، لأنكم راحين تدخلوا في القسمة، والقسمة أساسها هو جدول الضرب. إذا الآن نروح للإملاء، كيف أعلم ابني الإملاء؟ كيف أحسن والله كيف أخلصه من أخطائه الإملائية؟ ببساطة أخواتي، مثلا وأنا قلت هنا الكلام موجه لجميع السنوات من ثانية إلى خامسة، ثم تلاحظوا أخواتي أنه لهنا في أي فهرس راهو مقسم إلى مقاطع، أو بنسهلها لكم محاور، المحور لهنا أخواتي لاحظوا عندنا مثلا هنا في المحور هذا تاع الحياة المدرسية، أنا نبقى طيل تما هم يقراو هذاك المحور، نبقى مركزت له غير على هذوك الكلمات فقط. مثلا لهنا نروح نهز كلمات منا خاصة بهذاك المحور ونديرها لابني كإملاء، أو قرأ النص نعود نهزله من النص في اللوحة ولا في الورقة، من الأحسن يكون ورقة كي يكون تدريب على الإملاء وأيضا على الخط. وإلا نجيب له جمل، مثلا اليوم راح ندير له إملاء على التاء،
حندير له تدريب تتبدل الجملة وكأنني أتحدث عن ذكر توضأ. لا لا تصلح، يعني التاء المربوطة هي التي أستطيع أن أنطقها، أن أنطقها عفوا، أنطقها قبلها أن أنطقها هاء هاء. إذا قلت أن الطفل أو البنت يقرأوا هذه الجمل عدة مرات ثم أخفي أو أمحي وأعيد عليهم الإملاء، إما الإملاء كلمة كلمة عادي أو يعيد كتابة الجملة، وهذا أفضل لأنه تدريب على الخط وتدريب على حفظ كسب المفردات وتكوين الجمل. هنا راح لما يكتب هذه الجملة راح يرفدها في عقله: استمتعت عائشة وخديجة بمطاردة الفراشات الجميلة. النص الثاني الآن خاص بالهمزة، تابعوا: وطني أفديه بروحي، ففيه ولدت وعلى أرضه نشأت وكبرت، تنفست هواءه وشربت من مائه، فيه أهلي وإخوتي. هنا يقرأ، هذا مجرد مثال بسيط بسيط جدا على الهمزة ومواقع الهمزة وكيف أكتبها. بهذه الطريقة أنا أختار نص فيه همزة متنوعة في الوسط، على النبرة، متطرفة في البداية، همزة قطع، همزة وصل. هذه بالنسبة لأبناء تلاميذ السنة الرابعة وخمسة يقرأها الطفل. هذا أكيد أخواتي بعد ماذا؟ بعد ما يكون متمكن من درس الهمزة. وأنا في الحقيقة في القناة راني نشرت فيديو أكثر سنة تقريبا، منذ سنة، حول الهمزة، لكن هو خاص بسنوات رابعة خامسة متوسط، يعني مش خاص بالأولى وثانية، مش راحين يفهموه. إذن يقراه الطفل ونعاود له إملاء. ماذا بنا أنه الطفل يعاود كتابة النص كامل، إملاء النص كامل، لأنه في هذه الفترة تاع رابعة وخامسة لازمه كثير من التعابير، كثير من الألفاظ، ثروة لغوية كبيرة اللي راح يوظفها فيما بعد في كتابة الوضعيات الإدماجية. إلى هنا أخواتي نقول لكم بهذه البساطة دربوا أبنائكم لنقول حصتين إلى ثلاث حصص أسبوعيا للإملاء، مش راح تدي منكم 20 دقيقة. تدريب كما هك مش راح يدي منا أكثر من 20 دقيقة أخواتي. أقول لكم في أمان الله، نلتقي.